انا استوى شويه ما بيقصر محمد سهلا. اي بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هذا نبغاه وقايه يعني. خرجك يا قطعوا لنا عشان نشيل ولا نشيل المويه. والله هذا التراب هذا من انا ما اقدر اعمل كذا. هذا التراب هذا من التجاره اللي الله تعالى كله. هو ايش هو زي هذا اسمه هو مندي يلا شباب الله صورة بسم الله توكلنا على الله. الصحون بسم الله ما شاء الله تبارك ما شاء الله عليك. الريحة شو الريحة كيف يا ابوي ما شاء الله ما شاء الله شوف الريحة شوف الريحة ما شاء الله تبارك. وثمانية دقائق يا ابو ليان ثمانية دقائق احفظ ربنا يسلمك يا باشا. صلوا على النبي خلاص اخر يا انا وانا قلت لك لموا لي هذا هو هذا هو يا عيال وين الصحن؟ دبل ما شاء الله تبارك الله. تسحب هذا؟ لا نبغى نرفع شويه لانه بيطيح. ما شاء الله نبغى الصحن. شوف يا سلمان 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 وراك يا ابو مطر سلام. المنديل جبته يا ابو فهد. المنديل نبغى منديل اعطوه وعندك واحد منديل صلحه خلاص اعطوه منديله صقر ما حبي ها خلاص ملح شيل بس رتق مصور شيل الراس هذا شيل مستعد يا ابو فهد سمطر يا سلام انتهى موضوعك كيفكم دي بارد والله ما بارد وش بسم الله الرز نسيناه يا عيال دقيقة صقر خلينا نصور بيدك زيادة بس بيدك بسم الله لا تحط الصحن كذا في التراب كيف والله ما شاء الله تبارك الله يا أحسن يا بدر أحسن أعطي نور هنا عزيز مكثرين المويه الملمه كثير ذبيحه كامله قاعد تصب على ترى باقي لحم طاح هنا تحت يمكن الزيت هذا الشهر كله شهر يا شباب واحد تفرغ واحد تفرغ توزيع هناك شباب يلا وش يا مريم يلا حبايب من اللي يد الحيفه انت حبيبي بسم الرحمن بسم الله معك صار صبر هذا اللي عندك حار يعني عيني يا بدر عيني يا ولد في واحد ثاني والله
عطني الثاني. الثاني وين؟ هنا في الجهة هنا. دقيقة بدر حار حار. نعم حار. والثاني أنا. نعم عندك عندك روح روح قدام. عند القهوة. اصبر عبد الحميد شوي. لا بدوك. كيف؟ جيد. فتحة واحدة بس. بسم الله. هتطلع. هل بحطها في البلاطة هذه؟ شيلها.